دكتور بلال مهنة صناعة الفول عن والده، ولم تمنعه هذه المهنة من استكمال دراسته وصولا إلى الدكتوراه، كما لم تمنعه الحياة الأكاديمية من صناعة أطباق الحمص والفول بالطريقة التقليدية. قصة الدكتوراه والفول مع الزميل أحمد الهاشمي. ميزة هالأكل اللي نحن بنقدمها مرة اختصرتها بعبارة طبق لكل الطبقات، لا هو كافيار ولا هو ليس في متناول كل فم. بلال عبد الهادي استاذ متخصص بعلم اللغة الحديثة. أنا بعتبر حظي حلو جدا جدا إنه أبي عنده مطعم، ما بعرف حالي إلا عايش مع نوع من الأكل اللي هو الحمص والفول، وبنفس الوقت بحب اللغة. في كتير ناس بيستغربوا الجمع بين الاثنين، إنه ليش عم تستغربوا الجمع بين الاثنين؟ هو التم جامع بين الاثنين. باللغة في شيء اسمه التقديم والتأخير، هذا بيندرس بالبلاغة، بس كمان بالأكل في تقديم وتأخير، في شيء بتاكله قبل شيء، في شيء بتقدمه على شيء. فلعبة التقديم والتأخير موجودة على طاولة الأكل مثل ما هي موجودة على صفحة الورق. صفات على حسابي، يعني عمليا صفات على حسابي، ما أخذت لا منحة من حدا ولا شيء. وأبي ما قدر سفرني إلا بسبب إنه بيشتغل بهالأكل، فاعتبرت هالأكل إلى فضل علي، فحسيت إذا يعني درت له ظهري بكون ابن عاق. في نوع بيعتبر وجودي بالمطعم إهانة للمعرفة والعلم، يعني أحيانا بيجوا ناس أنا بحترمهم وبقدرهم أو لا، أو بيكون كان الشغيل مشغول، ما بلي أي منقصة أو عار إنه أجيب أنا أقدم له وحط له يوم بإيدي. حتى حبة الحمص اليوم بتمثل، أنا بسميها حلبة مصارعة بين لبنان وإسرائيل، بين فلسطين وإسرائيل. حتى في شغلة عملتها، يمكن في ناس لقيوها سريالية، وقت توفى أبي خدت كمشة حمص وكمشة فول وزرعتهم فوق طرقته ونبتوا وطلعوا وصاروا، وقطفت الحبات ومجففين وطيرتهم، يعني قلت هدول امتصوا روحوا لأبي كمان، يعني ما عاد شيء مجازي، صار شيء حقيقي.